يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينت. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عمليات السلام، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.